100 قرية تابعة لمحافظة ديالى ومجاورة للعاصمة بغداد على مدى شهور، والسكان يعانون من تهديد النفايات التي تسببت لهم بحالات اختناق عديدة وإصابتهم بأمراض جلدية متنوعة بعد أن تحولت هذه المساحات الواسعة من أراضيهم إلى مكب للنفايات. الأراضي هاي عايدة، إحنا عايدين لديالى، والنفايات دا يجيبونها مال الحسين يذبونها علينا. محافظ بغداد يجي جواد الحمدان ويقول له ويذب النفايات علينا؟ هل مقبوله هاي؟ هي اكو امر صحي، النهروان النهروان النباعي ليش ما يذبون قادي؟ ما يصير عمي، ما يصير عمي، هو اسهر، ردنا لا احنا ماكو، ما يفيد من النهاية. عم هسه نقول للامانه، عمي مو عطوه، طولنا مهله نشيل، خلي نشيل عم الشعب ساكت، الناس ساكتة، ما حد يحكي. كارثة بيئية وبشرية قد تقع على هذه القرى إن تعرض أنبوب الغاز القادم من إيران والممتد عبر هذه الأرض إلى خلل نتيجة الحرق المستمر للنفايات. هذا أنبوب الغاز، هذا موجود، هاي النار وصلت النار، هذا جاي من إيران محطة القدس الكهربائية، وآمر فوج بلغ الرجال مال النفط، وإذا هسه بس ينفجر فوج يمحي هاي العربان كلها. مصائب قوم عند قوم فوائد، فباللحظة التي يطالب بها السكان برفع النفايات هناك العشرات من العوائل المعدمة تشكو ضعف الحال، فلا يملكون عملا غير نبش النفايات وبيع ما يحصلون عليه من بين هذه الأكوام لتجلب لهم لقمة العيش اليومية. هسه إذا شالوها النغلة هاي بعد وين نشتغل؟ ما نشتغل، نقعد. احنا غيد، احنا هسه غيد شباب، غيد بس حتى لو شغل خلي يشغلون معامل مصانع هاي بالدولة واحنا نشتغل بيها، عم كل شيء كان يعطونا احنا نشتغل بيه. بين اكوام النفايات يطل ذلك المبنى وهو احدى المعامل الخاصة بتدوير النفايات، الا انه كحال غيره من المشاريع العقيمة المتوقفة عن العمل او الانجاز ولم يحقق سوى هدر المال العام، لتمسي أغلب المناطق العراقية بهذه الصورة المليئة برائحة الألم والوجع على حال العراقيين. من منطقة الوزيرية التابعة لمحافظة ديالى، ندى المرسومي، التغيير.